الحقيقة الكلية عندي بتتميز البرنامج فيها بأن أنا بتبع النظام الأوروبي والأمريكي، وفيها حاجة اسمها student working rule، بحيث أن أنا الطالب مجرد ما بيدخل عندي الكلية وأنا بتابعه من A to Z. أهم حاجة عندي أن احنا حرصنا من day one أن احنا نعمل اتفاقيات للطلبة مع مستشفى 57-357 ومع هيئة الدواء المصرية، في ورش عمل بتتم بصفة مستمرة للطلبة، في activity بيتم، في communication skills بنعملهم، presentation skills بنعملهم، follow up، وبعض البرامج التوعوية بحيث أن أنا أضمن للطالب سوق العمل أن هو يتخرج طبقا لاحتياجات سوق العمل الفعلية اللي هي بتتجدد يوم بعد يوم. كلية طب جامعة المنصورة الجديدة بتشمل 3 أقسام رئيسية، في أقسام البيزك ميديكال ساينس، علوم الطبية الأساسية، علوم الطبية الإكلينيكية، وقسم التعليم الطبي. طبعا دي الأقسام الثلاثة الرئيسية اللي بتشملها أي كلية طب دلوقتي. البيزك ميديكال ساينس بتعلموا فيه التشريح والفسيولوجي والباثولوجي وكده، الأقسام الإكلينيكية اللي هي اللي بتقابل المريض، والتعليم الطبي بقى إزاي الطالب بيتعلم، إزاي بيستخدم مهاراته، إزاي يستخدم إمكانياته، إزاي يستخدم يفكر كويس، التواصل مع المريض. كل دول بنستخدمهم، ما مش منفصلين عن بعض، بيقدموا إلى الطالب بصورة متكاملة. حياة برنامج الطب والجراحة جامعة المنصورة الجديدة من برامج الطب الحديثة المميزة جدا، بتتميز بتطبيق نظام واستراتيجيات التعليم الطبي على أحدث استراتيجيات موجودة، يعني بتعتمد بصورة أساسية على الطالب، هو بيبقى بنسميها student centered أو محور العملية التعليمية هو الطالب. فبنركز جدا على الجانب الأنشطة، إن الطالب يحصل على المعلومات بنفسه، مش بس بياخد المعلومات للامتحان بس، لا هو حريص على جمع المعلومة وعلى تطوير مهاراته بصورة كبيرة جدا. بين معمل بايوفيزيكس فبيخدم تطبيقات الطب او تطبيقات الفيزياء، ازاي بنستخدم الفيزياء في تطبيقات الاسنان او تطبيقات من الفم والاسنان. يبقى لازم اوريه له بتجربه علميه بسيطه الطالب يقدر يعملها وهو لسه في سنه اولى، يقدر يبان من خلالها ازاي التجارب دي بتحصل او ازاي اعرف الخسائر بتحصل. هي طبعا موفرنا كل حاجه، يعني مثلا احنا هنا في المعمل اهو في احدث الاجهزه واحدث الطرق اصلا بتدرس لينا عن الكليات التانية وعن الجامعات التانية. المناهج بتاعتنا مناهج نقدر بيها نشتغل بره بعد ما نتخرج، او نقدر بيها نكون في سوق العمل، وهم اصلا كمان بيدربونا على ده ان احنا نكون في سوق العمل بعد ما نخلص. ان احنا يعني احنا حتى التريننج هننزله في 57، وتم تعاقد مع شركه ادويه ان احنا برده ما نخلص ان احنا نشتغل فيها، يعني كمان بيشتغلوا معانا على سوق العمل. عندنا مثلا في سوق العمل ان احنا عموما كل كليات الطب بيدرسوا الحاجات كلها بواقع، ان هو لا دي مواد يعني كلها حفظ، ما فيش ربط بالحياه الكلينيكيه. عندنا هنا ربط كل حاجه بالحياه الكلينيكيه، ندرس مثلا المواد بتاعتنا كلها مربوطه بالحياه الكلينيكيه، وعندنا ماده كلينيكال، يعني بيجي لنا اطباء جراحه وبطنه وجلديه، كل انواع الدكاتره دي بيربطوا لنا المعلومات بتاعتنا بالحياه الكلينيكيه كلها. اكتر حاجه مميزه فيها الدكاتره اللي فيها طريقه شرحهم، وان هم بيكونوا عايزين فعلا يعلموا الطلاب، وفي اي وقت انا ممكن اروح لهم عندي اي سؤال، عندي اي استفسار، هم فعلا تحسهم ان هم بيحاولوا يوصلوا المعلومه، عايزين يساعدوك، فده اللي خلاني اختار الجامعه دي. الجامعه هنا بتوفر اجهزه كتيره وحديثه بتقدر ان عشان احنا نقدر نشتغلها في الميكرو بيولوجي، زي ان احنا بنعمل اوبزرفيشن للدي ان اي والار ان اي، ودي حاجه لازم ان احنا بندرسها في الميكرو بيولوجي. وطبعا الاقسام دي كلها مش موجوده في، يعني مش موجوده بره كتير. لما جيت هنا اتفاجئت ان احنا بنشوف اعظم حاجه لطالب كليه العلوم هو الاوبزرفيشن، اللي انت كل حاجه قادر تلاحظها وتتابعها من خلال التجارب. فبالتالي العلم اللي احنا بندرسه ده نقدر من خلاله نخدم مجتمعاتنا في مجال كتير، زي الساينتفك ريسيرشر اللي احنا كلنا نطلع نشتغل في الساينتفك سنترز، او نشتغل في مراكز الابحاث المتخصصه في تخصص معين زي دي. انا حبيت اخد التجربه واخش هنا في المنصوره الجديده، وطبعا لما دخلت طبعا لقيت ترحيب طبعا من دكتور معوض الخولي رئيس الجامعه، واكيد طبعا تكريمي على الجامعه كان نتيجه تفوقي واجتهادي، واللي انا كنت الاول على جامعه المنصوره الجديده في كليه الطب البشري، فعشان كده دكتور معوض اختارني عشان اتكرم من فخامه الرئيس.